صباح الصلعه. اليوم كنت قاعد عم بفكر كيف فيني اتخلص من ملعب الفوتبول اللي موجود فوق راسي، فعملت ابحاث على جوجل وحكيت مع مراهق، بعثت له شكل صلعتي وبعت لي هالصوره وانا سخسخت. بصوا بقى، نفس الشكل نفس البزقه، وشوفوا كيف صار. يلا ليتس نبلش. واخيرا ما عادش حبين لا مثل شرشبيل ولا اينشتاين ولا ابو عصام من باب الحاره. بعدين بلش يحلبس لي على صلعتي ويحسس عليها كرمال اشعر بالامان والحنان. بس خلص بزياده زودتها، شوف فكرني مرتك انا، خلص بزياده خلص. هون جاب شعر اصطناعي وفيك مثل كلمه شعري ومعاسة على دماغي. بيبي تعال مثل ما تاكلني. بعدين قصقص وظبط وفجر مواهبه وفجر لي شعراتي معه، ورجع خلع لي شعري من اول جديد كرمال تظبيطات. وهون صار شكلي مثل بقره اللي حسيت لي راسي من فوق. بطلت عم بفهم شيء. دوره هون صرت دوره منحوسه، دوره بدون خريطه. وبصوا اهون نتيجه، اعطوني رايكم اذا صرت مز او براي عصي.